في هذا الكتاب فيكتور هيغو غادي يحط هذاك اللي محكوم عليه بالإعدام هو الراوي، يعني هو لو ناراتور ديال القصة، هو اللي كيروي لنا الأحداث اللي داز منها. هاد لو ناراتور هذا ماشي شي شخص اللي بسيكوبات ولا ما عندوش عقل، لا، هذا واحد الشخص عاقل ومخلق ولكن محكوم عليه بالإعدام لسبب غير معروف، الجريمة ارتكبها غامضة وما معروفاش، خلاها فيكتور هيغو هكا ما معروفاش. فهاد السيد هذا اللي محكوم بالإعدام لوكونداني عنده بنت سميتها ماغي، وهاد بنته ماغي هي اللي عزت عليه، يعني ما بغاش تكبر هي من يتما منه. فنبداو القصة من الأول. القصة كتبدأ فاش الراوي لوكونداني اللي هو الراوي في الحبس ديال بيسيتخ، غادي يرجعنا الشهورة قبل ما غيجي النهار ديال الحكم دياله. هو في هذا النهار هذا تحكي لنا على داكشي اللي وقع عليه قبل الإعدام، فليكم تخيلوا بحال دابا انا غنعاود لكم شي قصة ولكن كنعاودها لكم في هذا النهار، والقصة طرات هذه شي شهرين ولا 3 شهور. الراوي اللي هو لوكونداني غيعاود لنا دابا باللي هو في بيسيتخ، بيسيتخ واحد الحبس كان قصر شحال هذه وتحول الحبس من بعد. هذا الراوي اللي كيروي لنا الاحداث مخنوق بالفكره ديال الموت، يعني انه غادي يموت، واخا هو باقي مسجون ولكن حس براسو بحال الجريمه اللي دار واللي ما مذكوراش غادي تؤدي به الموت. غيرجع بينا الراوي لشهر 8 فاش كان في المحكمه العامه، واحد المحكمه فيها المتفرجين وفيها القضاه اللي غيعطيو الحكم ديال هذاك المحكوم عليه. فغيرجعنا لذاك ديك الاحداث، فقال باللي قبل ما يتحكم عليه كان حاس باللي عنده واحد الشونس، عنده واحد الامل باللي قد يكون الحكم شي حاجه خفيفه مقارنه مع الاعدام، قد ما يكونش زعما الاعدام غير المؤبد او لا الاعمال الشاقه. وحتى المحامي ديالو كان كيقول هذا الكلام هذا، وقال باللي عنده احتمال كبير انه ما يكونش الحكم هو الاعدام، يعني يكون المؤبد ولا العمل الشاق. ولكن القاضي غيدخل وغيعطي الحكم لهذا المحكوم هذا لوكونداني وغيحكم عليه بالاعدام. فكل شيء تقلب هنايا، لوكونداني دخلته الخلعه من الموت، بدا كيقول صافي هذه هي الاخرى ليا، تفعفع من هذا الحكم هذا اللي كان داير ليه احتمال ديال 0.0001، ما كانش كاع هو يعني داير ليه احتمال، احتمال بسيط ولكن في اخر المطاف جاء الحكم بالاعدام. فاش جاو الحراس يديوه بقى مصدوم وكيفكر في الموت وفي الحكم اللي جاه، وعاود على الاهانه اللي تعرض لها من طرف الحراس وديك الدفيع، فبسبب الاعدام الحكم اللي تعطى ليه ولاو تهينوه. هاد الحراس هادو هزوه في الطوموبيل من المحكمه اللي كان فيها كيتحكم لبيسيتخ اللي هو السجن اللي قلنا كان من قبل قصر ولا سجن، فداو للزنزانه اللي غيجلس فيها، ووصف لنا باللي السجن ديال بيسيتخ راه واحد السجن اللي خايب وما كانش حامل فيه الزغبه، يعني ما حملش السجن والشكل ديالو وجا خايب. فالمحكوم عليه بالاعدام اللي هو الراوي كيروي لنا الاحداث انه دفع القضيه ديالو للاستئناف، يعني باش يتحيد ليه داك الحكم بالاعدام، الله وعسى انه يتبدل الحكم ويحنوا فيه. وحتى الحراس اللي كانوا كيعاملوه زوين من بعد ولاو كيحتقروه كما كيحتقروا المسجونين. في الاول كانوا كيعاملوه بلطافه ولكن من بعد صافي ولاو كيحتقروه كما الامر سريع للمحكومين كاملين، وطلب لهم انهم يعطوه الوراق وستيلو، وفعلا ما قصروش، عطاوه الوراق وعطاوه ستيلو وعطاوه الفانوس ديال العافيه باش يضوي، حيت الحبس كان مظلم فباش يضوي ويكتب اريحيه عطاوه واحد الفانوس. فكل نهار كان نهار ديال الحد، المسيحيين كانوا كيصليوا الصلوات ديالهم، والسجناء كانوا كيتلاقاو مع اصحابهم يعني اللي مسجونين معاهم في الساحه، ويهضروا ويتعاودوا. والراوي قال لنا باللي كيحس شويه بالحريه في هذا النهار هذا ديال الحد، حيت كيتلاقى بالحباسه وكيعاودوا ليه على الجرائم اللي داروا، وفي نفس الوقت كيتعلم منهم اللغه ديال الحباسه، يعني باش يتعلم ديك اللغه، حيت كانت هاد الحباسه كانت عندهم واحد الهضره بحال الكودات، يعني خصك تهضر معاهم بالكودات باش ما يفهموهمش الاخرين ويصدقوا مكحلين الضواصه. فرجعوا للسجن من بعد، بقاو تيدويو وتحاتوا ورجعوا للسجن من بعد، والمحكوم عليه يعني هاد لوكونداني هذا فكر يكتب واحد الجورنال، هاد الجورنال هذا يكتب فيه جميع الاحداث اللي كيمر منها في كل فتره.
فيقول فيه المصائب اللي هو فيها والمحنة ديالو اللي كيدوز منها في الحبس، باش هكا يخفف على راسو ويدفع الناس يفكروا في القساوة ديال هذا الإعدام. هذا الإعدام كيفاش قاسي على الإنسان. فكان عنده جوج أهداف من هذه الفكرة هذه اللي هي يكتب في الجورنال اللي بغى يطبقها النيت، وهي أنه يعتق راسه من هذا الإعدام هذا اللي غيجي، وفي نفس الوقت أنه يدعي الأجيال القادمة ما تعيش نفس المصيبة الإعدام، يعني أنهم يحيدوا هذا الإعدام هذا الحكم الإعدام يتحيد. فحار بين هاد جوج أهداف هادو، واش يعتق راسو ولا يدفع الكلمات ديالو والحياة ديالو تمن باش الأجيال القادمة ما تعيش نفس المصيبة ديال الإعدام. الراوي دابا غيبغي يقول لنا الفترة اللي ما بين الحكم اللي تعطاه ديال الإعدام وما بين النهار اللي غيتعدم فيه. فقال لنا بلي هو في السيمانة السادسة دابا، فالنهار ديال الإعدام في السيمانة السادسة. وقال لنا بلي آخر نهار ليه، يعني هاد النهار الأخر هذا، بدات تفكر الزوجة ديالو وبنته والوالدة ديالو، وأكثرية بنته اللي ضروا خاطره بزاف منها حيت هي اللي غتطلع بلا أب، و11 شهر ما شافها، ما جلس معاها ما والو. وهنا فين بغى يقول لنا فيكتور هيغو بلي أن الإنسان اللي كيدير خطأ وكيرتكب واحد الذنب ممكن يتعاقب بالإعدام، وي عادي، ولكن الناس اللي ضايرين به هما اللي كيتضرروا أكثر. وهذه نفس الفكرة اللي ممكن نطبقوها على الانتحار. فإنسان أنه باغي ينتحر يعني تقد تبان ليه عادي، ولكن الناس اللي كيبغيوه هما اللي غيتضرروا أكثر، حيت هما اللي غيتضرروا من هذا الانتحار. هو راه غيمشي، فهما اللي غيتضرروا أكثر من هذا الانتحار. كذا ومثال بالإعدام اللي هو واحد الحكم اللي كيتضرروا منه هادوك الناس اللي قراب من المحكوم عليه، واللي هما أبرياء وما عندهم حتى شي ذنب. وكانت هذه حجه ثقيله حطها فيكتور هيغو على هذا الاعدام، يعني شحال خايب. المهم المحكوم عليه كيعاود باللي الزنزانه اللي هو فيها مضيقه، حوايجو قاسحين، وكيلقى صعوبه في النعاس ديالو، هذه من المعاناه ديالو في السجن. وباش يدوز النهار ديالو ما يملش من السجن، فكان كيقرا دوك الحيوط ديال السجن. الحيوط كانت فيهم رسومات، كانت فيهم سميات، هاد الرسومات والسميات حطوهم السجناء من قبل، وكان كيدقق في الرسومات وبانت ليه واحد الرسمة ديال لا غيوتين، هادي اللي كتبان لك دابا في الصورة اللي كيعدموا بها اي واحد محكوم عليه بالإعدام. وبقى تيدقق فيها وجاتو الخلعة، يعني قفز من بلاستو وجاتو الخلعة وتفكر الحكم ديالو للإعدام، وجاتو الخلعة من داكشي اللي كيتسناه. من بعد شوية الوقت رجع كيقرأ في الحيوط ديال الناس اللي دازوا من قبله وحطوا دوك الرسمات والسميات، فبدأ تيقرأ في سمياتهم في الحيوط، وشي سميات كيقرأهم وتتفكر الجرائم الخايبة بحال اللي كيقتل باه ولا تيقتل خوته ولا تيقتل الأطفال ولا تيقتل الأبرياء. وبدأ كيتخيل خيال خايب بحال إلى هاد صحاب السميات، هاد السميات اللي تيقرأ، هاد الناس اللي عندهم هاد السميات هادو داخلين عنده في الليل للزنزانة ديالو وهازين ريوسهم في يديهم، يعني واحد الخيال ماشي لوجيك وي، ولكن هاد الخيال بقوة الخلعة اللي فيه والخوف بدا كيتخيل هكا. وهو سارح في هاد الخيال قرصاته واحد رتيلة وفيقاته من هاد الخيال اللي كان سارح فيه. فدازت ايام الحارس ديال الحبس جاء عند المحكوم قال لي هاجي نديك تشوف واحد الحاجة اللي ما عمرك كنتي تحلم تشوفها، ولكن نغامر معاك الريسكي وتمشي تشوفها. فقبل المحكوم يعني قبل داك الطلب الحارس، الحارس ربطه باش ما يهربش وداه لواحد الزنزانة فيها واحد شريجم صغير منين يطل، وبدا كيطل على داكشي اللي قال ليه يشوف. فبدا تيطلع على واحد المنطقه سميتها تولون، واحد المنطقه كدار فيها الاعمال الشاقه، كيمشيو ليها دوك المحكوم عليهم بالاعمال الشاقه و تيديروا دوك الاعمال الشاقه، وهي اللي كيبقاو فيها النيت باش يدوزوا المؤبد في الاعمال الشاقه حياتهم كامله. وبدا الراوي كيشوف هاد لوكونداني اللي هو الراوي لو ناراتور، بدا كيشوف كيفاش نايضه غوات تما وهيلالا، ودوك اللي جايين نوبتهم كيتفرجوا، واحد المشهد اللي في شكل كيشوفوا المحكوم هكا دابا وكيشوف المتفرجين اللي جايين نوبتهم في الاعمال الشاقه فرحانين وكيدفعوا في بعضياتهم بحال عادي، داكش كلشي منوض صداع وفرحان بحال تحداو هذيك ديك الحاله اللي هما فيها. يعني كيفاش واحد محكوم عليه بالاعمال الشاقه وفرحان بهذا الشكل؟
هاد المشهد هذا جا في شكل الكونداني شويه. وقع واحد البلان اللي شافوا الراوي المحكوم وعاود لينا عليه. بداو في طريقهم لتولون، هادوك اللي محكوم عليهم بالاعمال الشاقه بداو يبدلوا حوايجهم، يعني طلبوا منهم الحراس انهم يبدلوا حوايجهم يعني قبل تولون بالبلاصه بالضبط اللي هي ديال الاعمال الشاقه قبل ما يوصلوا. المهم حيدوا الحوايج، الحراس تسناوهم يحيدوا الحوايج دوك المحكومين. شويه جات الشتاء والعاصفه ورداتهم يعني رملاتهم ومرمداتهم، فالحراس مشاو تخبعوا وخلاو المحكومين مساكن في الشتاء والعاصفه مشرشمين. وملي داوهم لتولون كيجرجروهم بواحد الاحتقار واهانه، واللي دوا فيهم ولا غيب رقم ولا هضر غيب شويه كينزلوا عليه بالزراوط دوك الحراس، وكيعطيوهم ماكله ديال العصا، والماكله اللي كيعطيوهم ياكلوا خايبه، يعني واحد الماكله اللي نتينه خايبه عفينه، يعني ماشي شي ماكله اللي زوينه وطيبه مزيان، يعني اخيب معامله ممكن تشوفها هي ديال الحراس للمحكومين بالاعمال الشاقه. فشويه دازو حدا شي محكومين، واحد المحكومين دازو من حدا هاد لوناغاتور وبداو كيهضروا معاه بالخايب، قالوا ليه كتشفى فينا دابا جنوبتك ونتشفاو فيك حتى حنا، يعني جنوبتك وتعدم حتى حنا نبداو نشوفو فيك ونضحكو. وهنا لو كونداني مسكين سخف بكثرة داكشي اللي شافو وسمعو من هادوك، يعني داكشي اللي سمع من هادوك والمشاهد اللي شافها، فقد الوعي ديالو وطاح وبقى فاقد الوعي. فاق ولقى راسو في المستوصف ديال الحبس، داك اللي فيه تيكون فيه طبيب وتيكون فيه يعني عيادة ديال الحبس. بدا تيشوف وتغطى بالمانطا ورجع نعس، واخا ما نقياش ديك المانطا رجع نعس، والمهم احسن من داك السجن اللي هو بيسيتر. فالصداع داز واحد الصداع ديال هادوك اللي غاديين من السجن ديال بيسيتر لتولون اللي حداهم النيت باش يديروا الاعمال الشاقه، وهزينهم في طوموبيلات دوك الحراس، هزينهم في طوموبيلات اللي ما مسدودينش يعني بحال الهوندات، وغاديين وكطيح عليهم مساكن الشتاء والبرد وفي حاله لا انسانيه. وهاد المحكومين تيخوفوا في بعضياتهم وتزيدوا بعضياتهم لهاد المعمعه وتغوتوا الهيلاله شويه. الحراس يعني ضرهم هاد الهرج هذا اللي جا من طرف المحكومين بالاعمال الشاقه، عطاوهم بجمله كلهم عطاوهم قتله ديال العصا، يعني بداو تيعصوا فيهم وتيضربوهم وهما يسكتوا. الراوي هاد الشيء اللي شاف من احداث اكد باللي يعني اكدت ليه الفكره ديال ان الموت حسن من هاد الشقاء، هذا حسن من الشقاء اللي كيعيشوا المحكومين مساكن في الاعمال الشاقه. شوف غير كيفاش كدوز البدايه، كيف غيكون الدوام في الاعمال الشاقه، يعني الدوام الماكله خايبه، المعامله خايبه، الاهانه، الاحتقار. من بعد ما ارتاح المحكوم يعني هاد الكونداني وصح ردوه للزنزانه، ملي رجع بدا كيأنب في راسو، علاش ملي جاتو الفرصه ما هربش؟ كان في مستوصف، كان عنده واحد الحظ انه يهرب ولكن ما دارهاش، وعارف بلي واخا دفع قضيته الاستئناف ولكن ما غيتبدل والو، الاعدام جاي. وبدا كيتخيل راسو جاه العفو، يعني واخا الخيال ما عنده علاقه بالواقع ولكن بقى جالس شويه وتتخيل راسو. شويه سمع واحد المرأة كتغني واحد الأغنية اللي حزينة واحد اللغة عامة ديال الفرنسيين، يعني الدارجة ديالهم زعما بحال الأغنية ديال البرتقالة المرة، غير هادي فرنسية. فهاد الأغنية هادي كتهضر على واحد المرأة اللي راجلها محكوم تا هو بالإعدام وما قبلوش البراءة ديالو والاستئناف ديالو اللي كيطلب. ولو كونداني سمع هاد القصة اللي في الفحوة ديال هاد القصة اللي في الأغنية وحس بفقدان الأمل، وشوية بدا كيشوف كيفاش يهرب ولكن الصور تقيل. داك الحجر اللي كاين اللي ديال بيسيتخ ما يمكن لكش تخترقو، كان قاسح، فداك شي علاش حبس هاد الفكرة هادي وهاد الهدف ديال الهروب. وبقى تيكتب في الجورنال ديالو شوية دخل عليه واحد العساس اللي هو العساس ديالو النيت، والعساس بقى ساكت وماشي من عادة هاد العساس هذا، يعني ديما تيدخل بالغوات تيخرج بالغوات. فلوكونداني تخلع وقال باللي هادي شي حاجة خايبة، داكشي علاش العساس ساكت. من بعد بشوية جا عنده المدير ديال السجن اوفيسيالمو، جا عنده شخصيا هو وتعامل معاه زوين، وهادشي خلى لوكونداني يشك باللي داك النهار غادي يودع، هذاك هو النهار ديال الاعدام ديالو.
مهم هاد الشك هذا ديالو شويه بدا كيشوف غير الظلام في عينيه ولا كيبان ليه كل شيء حابسه، وزاد الخوف ديالو وبقى كيزيد كل ما قربت يعني ذاك الوقت، كل ما قرب واخا هو ما عارفش فوقاش غي، كل ما زاد الوقت كيزيد يخاف ويزيد يتخلع، واخا هو ما عارفش وقتاش مازال ما عارف وقتاش غيتعلم. وبدا تيفكر ومخربق وبغى يهرب وان كل شيء غيموت اونفا، بدا تيصبر راسو باللي راه واخا الاعدام هذا جاتو ديك الفكره ديال ان الناس غتموت، وان الناس ماتت قبل منه وغتموت من بعد منه. فهنايا غيخرج المدير ديال الحبس وشويه دخل لو بريتر. لو بريتر هو القس المسيحي، واحد القس بحال الفقيه، غير هو الفقيه ديال المسيحيين. دخل عنده للزنزانه ديال لو كونداني وبدا كيدي معاه ويجيب معاه في الهضره يعني باش يريحو شويه. جا عنده لويسي، يعني هذا واحد المرسول، واحد المأمور من الوكيل العام باش يقول ليه باللي الاستئناف اللي كان طلب في ديك القضيه ديالو راه رفضوه ليه، وقال ليه كذلك ان اليوم مع الربعة غادي يتعدم. فهذا واحد الخبر اللي خايب بزاف بالنسبه لو كونداني، وقالوا ليه لويسي يعني نيشان، واليوم غينقلوه مع السبعة ونص من الحبس ديال لو بيسيتر، بيسيتر اللي هو فيه دابا، لا كونسيونجوري. لا كونسيونجوري هذا حبس اخر كاين في باريس، الحبس هذا كانوا كينقلوا فيه ومن تما تينقلوا للساحه الاعدام. ففعلا لو كونداني مشى نقلوه لهذا الحبس هذا، ودابا كيفكر في حاجه وحده اللي هي انه يهرب. فباش ينقلوه من البيسيتر لا كونسيونجوري داو في واحد العربه، وصفها لنا لو كونداني بحال التابوت ديال الميت. فداوه لهاد لا كونسيونجوري، والناس اللي كانوا كيشوفوه هو وهما غاديين به يعني لا كونسيونجوري كانوا فرحانين بالاعدام والفراجه، يعني كانوا عارفين باللي راه غيتعدم وباغين يتفرجوا فيه. في الطريق ديالهم لويسي المأمور ديال الوكيل العام كان كيتعاود مع القس المسيحي على السياسة الجديدة في فرنسا والسياسات وما يخص بالسياسة. لو كونداني حطوه في واحد لو شومبر، واحد الشومبر في قريب المدير ديال الحبس ديال لو كونسيونجوري، ونعس. لو كونداني شوية سمع واحد الصوت ديال الضحكة ديال واحد كانوا حطوه معاه في هذا الحبس هذا. هاد خينا هذا كانت في عمره 55 عام، هذا الحباس الجديد حتى هو غيتعدم وكبر يتيم، يعني حتى هو باه تعدم وتا هو غيتعدم. وبقى كيعاود لو كونداني على حياته، يعني قال لي حياتي دازت صعيبه وكنت بغيت ندير خدمه ونكون مواطن صالح، ولكن المجتمع كان قاسي عليا، وحيت هو كان ديجا عنده سوابق فما قبلوه حتى في شي خدمه. واحد النهار جا الجوع وسرق واحد الخبزه وحكموا عليه بمؤبد خبزه مؤبد. من بعد هرب من الحبس ولا شفار بروفيسيونيل ولا محترف، وقبضوه عاوتاني، قبضوه للمره الثانيه وتحكم هذه المره بالاعدام. فهاد الشيء عاودوا لو كونداني وكيدوي ليه بواحد التاثير، يعني بحال بغى ياثر فيه. ومن بعد طلب منه الكبوط ديالو، الكابوط يعني داك الكابوط ديالو ديال لو كونداني، واحد الكبوط زويون بغى يزرب عليه فيه، يعني بغى يزرب عليه بواحد الطريقه احتياليه باش يبيعو ويشري الكارو اللي يدوز به الوقت في بيسيتر. فلو كونداني خاف منه حيت هو كان مفورمي عليه، فاعطاه الكبوط ديالو ما عنده كيدير يقول ليه لا. شويه جاوا الحراس هزوا لو كونداني وداوه لبيت اخر، يعني بيت اخر يتسنى الوقت اللي غيتعدم فيه هو. وهنا لو كونداني تعصب حيت الاخر زرب ليه على الكبوط، يعني داه ليه الكبوط ديالو اللي زوين، وتمنى انه يقتلو حيت غيخرج للناس بواحد المظهر مبهدل، الحوايج ديالو مكسترين. ومهم لو كونداني طلب من الحراس انهم يعطوه فين يتكا ويكمل الكتابه ديال الجورنال ديالو، يعني شي بلاصه يكمل فيها الكتابه الجورنال ديالو، ونفذوا ليه الطلب وحطوا ليه حداه حراس يحضيوه. فالعشرة وصلت، بقات 6 ديال السوايع للاعدام. لو كونداني كيشوف الجثه ديالو كيفاش كيديروا ليها ويديروا ليها التشريح، يعني كيتخيل هاد الاحداث هادي وكيفاش، وكيفكر في بنته اللي غتيتم من بعد ما غيموت، وهي عندها 3 سنين وألموا هاد الشيء هذا، ويبقى عليها مسكينه العار وان باها مجرم. فبقى كيفكر كيفاش يتعدم
ما قدرش يعطي حتى السميه ديال لا غيوتين، ديك اللي غتعدمو، هذه اللي كتشوفوا دابا، ديك اللعيبه اللي كتعدم، يعني كتكون فيها واحد المس حاده وكبيره، كبيره في الحجم. هذيك ما قدش يقول هانيشان، يقول لا غيوتين، بدا كيلمح في القصه باللي هي، ولكن ما عطاش سميتها واللي هي لا غيوتين. وقال باللي هو فات ليه شافها وشاف الناس اللي دايرين بها وكيتسناو اللي غيتعدم باش يتفرجوا فيه. وصلت ال11، بدا كيتمنى من قلبو شي عفو ولا شي حاجه اللي تفكو من هذه الوحله اللي هي الاعدام. ولدرجه بدا كيتمنى المؤبد والاعمال الشاقه ولا الموت بالاعدام. رجع عنده داك القس اللي كان جا عنده، داك القس المسيحي، وشافوا لو كونداني ارتاح شويه، حيت كان خايف وتيفكر غير في الموت ويفكر بزاف داكشي ديال ملي غيتعدم شنو غيوقع والابعاد. وشويه القس بدا كيدير ليه الموعظه، يعني تيدير ليه الموعظه للمسيح والروح القدس. السيد غيموت، هو ما مسوقش باللي هاد الخليقه هذا اللي حدا غيتعدم من بعد ساعات، بحال الا بحال داك السيناريو ديال اونتيغون مع داك الحارس اللي كان معاه قبل ما تموت هذاك. فلو كونداني طلب من القس، قال ليه خرج عليا في حالك، خرج عليا وخليني بوحدي. خرج القس، لو كونداني بدا كيتسائل كيفاش القس ما مهتمش بالموت ديالو. وصف لنا هذا القصة هذا بلي راه واحد السيد اللي مكلف، يعني مكلف بهادشي هذا، ماشي من احساسه من قلبه باغي يواسي المحكوم عليه بالاعدام، هي فقط خدمته، اما هو لا مبالي وما عندوش احساس بهذا اللي غيموت يعني قدام عينيه. لو كونداني قال كون غير جا شي واحد الصغير، شي شاب عادي يحس بيا ويحس بالمعاناة ديالي ويواسيني، حسن من هذا القصة هذا اللي ما فيهش روح الانسانية وخا المظهر ديالو ديني. بدا تيفكر هكا، وفي اخر المطاف لو كونداني فكر باللي القس تعامل عادي ودار اللي عليه، غير حيت لو كونداني قربت ساعته داكشي علاش تيفكر خايب بحال هكا. شويه جا عنده واحد النائب ديال المهندس المعماري داك ديال داك لا كونسيان جوغي الحبس، وقال ليه دوماج ما غتبقاش معانا، يعني غتموت اليوم، دوماج من بعد 6 شهور غتزيان البلاصه هنا وكلشي غيتقاد. لو كونداني مسكين بقات ليه ساعات قليله، وهاد الخليقه هذا بنادم هذا عادي كيهضر بحال هكا. لو كونداني بقات ليه يعني غير شي ساعات باش يموت. الحارس الزوين اللي كان عنده بدلوه ليه، كان كيتعامل معاه زوين، بدلوه ليه بواحد اللي قال عليه لو كونداني عينيه بحال ديال العجل، واحد الحارس اللي وجهه خايب وما كيبشرش بالخير. وهذا الحارس هذا غيطلب من لوكونداني واحد الطلب اللي في شكل، قال ليه ملي تموت رجع عندي وقول لي نمارد السويرتي باش نربح في القمر. غريب هذا السيد هذا، قال لي كيطلب من واحد غيموت. لوكونداني مصدوم من هذا الشيء اللي كيسمع، وهذا الحارس كيامن باللي ان الموتى عندهم داك المفتاح ديال رؤيه المستقبل، يعني عندهم داك المفتاح ديال الغيب، وداكشي لاش طلب هاد الطالب هذا. فلو كونداني انه شاف هاد خينا ملهوف، قال ليه ارى لي حوايجك غنتعدم وملي نموت نجيب لك الارقام ديال القمر، يعني اعطيني حوايجك غير باش نتستر في ساحه الاعدام، ملي نموت نجيب لك الارقام. وفكر لو كونداني بهاد الطريقه هادي يقدر يهرب الحارس، هاد الحارس هذا يعني قبل هاد الشيء هذا اللي قال ليه، وبدا تيقلع في الحوايج وشويه عاق، وقال ليه الا عطيتك انا الحوايج تهرب وما غتموتش وما غتجيب لي لا ارقام لا والو وصافي، يعني انت باغي تزرب عليا. اما فرفض في اخر المطاف. لو كونداني دابا باش ينسى شويه هذا الشيء، بدا كيفكر في الحياه الزوينه والاحداث اللي كانت وقعت ليه زوينه في حياته مع واحد البنت سميتها بيبا، واحد الاندلسيه، كانوا معاشقين بيناتهم، هو معاشق معاها وهي معاه في الصغر. وتفكر ايامات كانوا كيجريو فرحانين، واحد المشهد اللي رومانسي اللي افتقدوا لو كونداني، وهذا الشيء هذا خلاه يتاسف وتاب من داك الجرم اللي دار، وقال بلي هو انسان مزيان غير دار الذنب اللي يستاهل عليه العقوبه، فهو تاب من هذا الذنب هذا. وتفكر الناس اللي عايشه الحياه عادي وبرا وكتنعم بالحريه، فزاد التعقد. وتفكر الصغر فاش كان مشى لواحد نوتردام، يعني ديك نوتردام دو باري، ديك الكنيسه، وداك الصوت ديال الاجراس ديال الكنيسه اللي كيجي بالدوخه في ديك الوقيته، وقال انها نفس الدوخه اللي كيعيشها دابا، هي الصراحه الصوت ديال الكنيسه قريبه من داك الصوت ديال الدوخه ديال الموت. وهنا وصف باللي ان
لوتيل دو في، لوتيل ديال المدينه اللي كيخرجوا منه، كيخرجوا منه دوك القضاه ودوك خوتنا اللي غينفذوا الحكم. قال على هذا لوتيل دو في واحد المكان ديال خروج الشر. هاد الشيء باش غيوصفوا لنا هو لو كونداني وصلت ليه الوحده ونص، وصف باللي هاد الوقيته هادي حس بالالم في البطن ديالو وفي الجسم ديالو كله، وبغى صافي يتعدم، صافي عيا من العذاب النفسي والبدني اللي كيعيشو. وقال باللي الناس تيقولوا الاعدام راه ما فيهش الالم، كو ديك لا غيوتين اللي كتعدم كتقطع الراس بالزربه فما كاينش الم، ولكن هو رفض هاد الفكره هادي ونقدها. قال لك الكاسيدي الالم ما كاينش في الاعدام، الالم تيكون الالم الحقيقي وديك المراره ديال الالم هو ديك الوقيته فاش كيتسنى داك المحكوم عليه بالاعدام، داك الاعدام ديك الوقيته فاش كيتسنى. ما تقولش الاعدام ما فيش الم، هادشي اللي قالوه. المهم دابا لو كون داني كيفكر وكيتمنى العفو ديال الملك يجيه ينقذو من هاد الشيء هذا، من هاد وشويه فقد الامل من هاد الاعدام، وفقد الامل في اخر المطاف، فقد الامل لاقصى درجه، وبدا كيشوف ان الموت جايه وتخيل اي حاجه خايبه، وبدا كيتخيل باللي ملي غيتصدم، يعني غيتصدم غيتعدم وغيتصدم باللي غيلقى صحابو ويتفكروا الاعدام وايامات الحبس. وبدا كيتخيل كل واحد هز معاه راسو والدم والدمايات والموت، وحس بالضيق في صدرو والخوف والخلعه، وطلب باش يشوف القس المسيحي يعني اللي كيرجعوا كي طبطب عليه شويه كيريح واخا هكا كيف ما كان الحال. جا القس وهو مخربق هاد لوكونداني، قال للقس خليني نرتاح، نعس. وجا واحد الكوشمار، واحد الحلم اللي خايب، هو انه مع واحد ثلاثه ديال صحابو كانوا جالسين تيقصروا، مرتو بنتو في الصالون، وشويه سمع واحد تخرشيش، مشى يطل هو وصحابو، لقاها واحد المراه شارفه. هاد المرأة شارفة هزا عينيها في يديها، هو كيقرب ليها بالشمعة، كيقرب ليها شوية، وهي تصوت ليه على الشمعة وعضات ليه في يدو. إين فو عضات ليه في يدو فاق، فاش فاق مرعود وفيه البرد والعرق وخايف. القس كان حداه وقال ليه راه بنتك جابوها لك باش تشوفها. ففعلا شاف بنته وعنقها وفرح واحد الفرحة ما كتصورش. مراته وامه ما جاوش حيت كانوا مراد من جهته، طاحوا بالمرض، جات غير بنته جابتها ليه الخدامة، فعنقها وشدها وفرح. الخدامة مشات كتبكي مسكينة حيت عرفت بات البنت غيموت، فواحد القنت مشات تتبكي حيت اثرات بالقصة. واحد السيناريو اللي محزن، وفي شكل بنته كتقول ليه موسيو، ما كتقول ليش بابا، كتقول ليه موسيو حيت قالوا ليها بلي راه باها مات. واحد المشهد اللي مؤثر في الملامح، ما عقلتش عليه، ما عقلتش على النبره ديال الصوت، ما عقلت على والو. قالوا لي باك مات، وهي كتقول لي موسيو دابا، هو تيقول لها واش فعلا ما عقلتيش عليا بلي انا هو باك؟ قالت ليه لا فعلا ما مش انت ماشي هو بابا، وبابا راه مات وانت موسيو صافي. فبغات تقول لي راني وليت كنعرف نقرا، فشدات ديك الورقه ديال الاعدام وبدات تقرا فيها. صافي تما حبس لو كونداني، ما قد يجي حتى شي كلمه، وقال لهم صافي خرجوها ما قد نقول والو، واخا عنقوا هادي ولا نحس بواحد الاحساس خايب بزاف. فهنا شنو غيوقع؟ ما قدش يستحمل وطلب الخدامه تخرج ليه بنته. مشات بنته وهو كيتخيل ملي غيخرج ويدوه يعدموه كيفاش غيوقع داك الشيء، وكيشوف الناس اللي باغيين يتعدموا، هادوك اللي كيقولوا شي نهار غادي، يعني هو تيقول انه شي نهار غادي يتعدموا حتى هما. وقرر يكتب قصته، ولكن ما قدوش الوقت يكتب القصه ديالو، وتلفوا ليه وسيل الاوراق وما قدش يكتب هاد القصه ديالو. داوه لواحد الشومبغ، واحد البيت في بلاص دو غريف اللي هي البلاصه فين تيتعدموا النيت، وبقى تيكمل داك الجورنال اللي تيكمل فيه الاحداث اللي تيدوزوا عليه. فشويه جاوا دوك الثلاثه ديال الحراس تيقولوا ليه راه الساعه اللي غتعدم فيها خاص تكون فيها واجد. جات الوقت، بداو تيتسمعوا الاصوات ديال الاجراس، والناس فرحانين كيشوفوا هو كيفاش غيتعدم. وهنا لو كونداني ما حملهمش حيت ما فيهمش روح الانسانيه، حتى شويه ديال الانسانيه، زيرو انسانيه، متعطشين للدماء وباغين يشوفوا راسو كيفاش كيتقطع وداك الشيء. يعني تيقول كيفاش هادو، يعني عطاتهم نفسهم انهم يشوفوني انا كيفاش كنموت وكيفاش غنتعدم. وكل ما كيقرب للغيوتين، ديك لا غيوتين هي اللي كيتعدموا بها،
كل ما كيقرب كل ما كيفشلوا الكابيه، كل ما كيقرب كل ما كيفشلوا الكابيه، وكيزيد يتخلع. واخا باس داك الصليب المسيحي اللي تيقولوا انه تيحيد الخوف وتيحيد تيجيب الطمأنينة للانسان، واخا هكاك فشل وغادي وكيتخلع وبدا تيدقق في اخر حوايج كيشوفها في الحياه، اخر الحوايج شي وجوها شي مناطق شي بلايص، حاجه من هنا حاجه من هنا، في الارض في التراب في اي حاجه كيدقق ويشوف كيفاش دايره، وطلبهم يكتب اخر كلماته في الجورنال، يعني يفكوا ليه القيود ويكتب اخر حوايج باغي يقولهم في ذاك الجورنال. ولكن اخر حركه دار، يعني اللي تقالت لينا انه اخر حركه دار، هي انه ركع للقاضي باش يسمع ليه، وقال ليه قال ليه عافاك سمح لي، وبدا يطلب السماحه، ولكن ما سواهاش ليه القاضي، وقال لذاك لو بوغو داك اللي غيحكم عليه، يعني اللي غيعدمو، قال ليه خصك تعدمو في الوقت حتى هادشي تعطل، وخصك تكون واجد باش تعدمو، يعني بدا تيلوم داك خينا اللي غيعدمو. بقاو تواني، لو كونداني بقى عنده امل وحيد اللي هو يجي الملك يجي شي عفو وما يتعدمش، ولكن صنة الربعة والتعدم. شكرا للاستماع ديالكم ليا والاهتمام ديالكم بهذه القناة هذه، كنتمنى تكون القصة نالت الإعجاب ديالكم، القصة ديال لو ديرنيير جورنال كونداني، وكنتمنى تكون استفدتوا معايا، تكوني استفدتي معايا وتكون انت استفدتي معايا. شكرا لكم بزاف تاني مره، ما تنساوش تفولوني على الانستغرام، الانستغرام ديالي معاد احبوش، معاد تيري بلويت احبوش، هتلقاوني. اللي بغى شي تساؤل ولا شي حاجه مرحبا، وبيس اند لوف لكم، الى اللقاء.